واش زعما كنت مزال ليه حتى عاد ديك دراسه ديال خمسه ديال خمسه ديال الانديه اللي عندهم الحق ديالو المركز واحد كيحاولوا دوك الانديه الباقيه ما عندهمش الحق ديالو المركز كيفاش نديروا المركز ما كاينش ما عندهاش حق المركز علاش لكن الميركادو بصراحه ما محتاجينش بزاف ديال اللعيبه محتاجين حنا المدرب يكون بعدا في المدرب